استفدناه استاذ خالد احنا من الحركه دي. اه استاذ خالد التجويد او الحركه بركه. انتوا عمركم شفتوا يا جماعه؟ بصوا انا يعني مش عارف، مش ناقصني غير ان انا اكتب مذكره في الامم المتحده عشان الاستاذ خالد يحن عليا شويه بصراحه. يعني استاذ خالد من ناحيه، والاستاذ شهاب ابو مغيث من ناحيه، ومش عارف يعني الاعداد والاخراج متفقين عليا في حلقه نهايه الاسبوع النهارده. ده من الافتراء جايبين لي 20 ماتش في كاس مصر مع سامح الفيومي، اتامر عليا التاني النهارده بيقول لي عندنا قصاد كاس مصر. قلت له كاس مصر بيتلعب؟ قال لي تتلعب. قلت له اول مره اعرف ان كاس مصر بيتلعب. قالوا لي احنا مصورين 15 20 ماتش. قلت لهم والله العظيم انتوا الوكاله مهوداكم وبتصرف بقى. والاستاذ سامح الفيومي من امبارح بيمجي الراجل مع ماجد اسماعيل، يعني عاملين لكم فقره النهارده البرنامج الوحيد اللي ما نامش في العسل وافتكر ان في كاس مصر. اتحداكم ان يبقى حد في حضراتكم عارف ان كاس مصر بيتلعب. انا مش عارف هو الاستاذ سامح الفيومي عندكم ولا في المونتاج؟ نفسي اساله بس لما يجي. هو كان مرتب مع الحاج عامر ولا فجأة صحي من النوم لقي كاس مصر بيتلعب؟ انا عارف ان يوم الجمعة يوم الغلابة في الممتاز به. راحوا قالوا لي، قلت لهم الحمد لله النهارده حلقه لايت ولايف وخفيفه، وهنتكلم عن الزمالك والصعود للبطوله العربيه، والنهارده في الانترو نخف شويه، يعني مش عايزين ان اخر الاسبوع بقى ربنا يخلي دمنا خفيف على البعده والمفتريين والفاسدين والحراميه والمرتشين وارباب السوابق و و و الى اخر الليسته. وما اكثرهم في الوسط الرياضي طبعا كله بتكلم بلغه الجمع. فقالوا لي لا اوعى في كذا وكذا وكذا وكذا. هو ما فيش يوم يعدي الراجل ده ملوش كارثه؟ يعني الناس تسالني، واعتقد ان الاستاذ خالد مخلص يشاركنا الحوار لو سمحت يا استاذ خالد. النهارده بذمه اكودينك احنا كنا ناويين نعمل حاجه؟ جينا قالوا لنا اسكت، ده حصل وحصل وحصل وحصل. فكروني بمين اللي يقول لي حصل وصل وانت تقول لي ما حصلش لسه؟ ما بين اللي خلاه ما حصلش قال لك لا، ما القرارات دلوقتي في الاجتماعات لكن هتتعلن يوم 30 او هتتعلن بكره، فهي حصل وحصل وحصل وانا اقول لك ما حصلش لسه. وبعد كده ممكن صاحبنا هو على فكره دلوقتي شغال على رمان بلي، هو شغال على رمان بلي، فالرمان البلي قاعد زي ما بيقول عادل امام عسل وطحينه، فالقاعد يفرك فالرمان البلي بيبوظ، قاعد رمانتين او ثلاثه، فاحنا بنحاول نحافظ عليهم عشان ما يهرش مننا ويضيع، يعني احنا عايزين وساق سليم كده لغايه ايه ما يبقى اخر، يعني احنا متمسكين بصحته حتى النهايه. فالرمان بلي قاعد يتاكل 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 يتاكل. الخبر بتاع النهارده بقى هيزلزل الدنيا. عموما يعني نحن لا نبتكر اخبارا ضد احد، وانما نحن ناقلين للاخبار، وتاتي الينا الاخبار الى اماكننا دون ان نتعب او نجتهد. ما فيش يوم انا نفسي اعرف البرامج الرياضيه، والله سؤال بريء، البرامج الرياضيه والصحافه الرياضيه هتعمل ايه بعد الراجل ده ما يختفي من المشهد؟ يعني على فكرة ده عامل زي الكنز للإعلاميين، كل ساعة في جديد. أيوة لسانه زفر ومتسلط وسليط، وطلع حلقة ما سابش حد في مصر ما شتمهوش، وفي الآخر يجي عندنا ويقول لك إيقاف 15 يوم. والله العظيم حلقة امبارح اللي عملها، طبعا انا مش عايز اقول اسمه، انت عارفين ان الواحد ايه بيبقى يعني جاي الهوا مصلي العشاء وبيقول يا رب وبيقرا القران وايتين ويتوكل على الله ان ربنا يفتح بينه وبينكم بالحق، رب افتح بيني وبين قومي بالحق وانت خير الفاتحين، فما بيحبش يزفر لسانه بالاشكال دي. ولكن انك انت تطلع على هوا مباح لساعات طويله لا تترك احدا الا وتسبه، ايه ده؟ ايه ده يا راجل؟ يا راجل ايه ده؟
وفي الاخر تقعد تقول فلان مات بالسرطان علشان انا دعيت عليها، وفلان مش عارف ما لاقيش علاج عشان مش عارف انا عملت ايه، وده انتحر علشان خاطر انا كنت غضبان عليها. يعني انت بتروح تكنس السيدة نفيسة مثلا على الناس ولا ايه؟ ولا مرفوع عنك الغطا؟ ما انت ما يترفعش عنك الحجاب، انت يترفع عنك الغطا. ما ينفعش يترفع عنك الحجاب، تبقى الدنيا ماشيه بالمقلوب. المكشوف عنه الحجاب مش انت، انت بيتكشف عنك الغطا. فلما بيتكشف عنك الغطا بتقعد بقى تكب قاذورات من كل مكان. اعوذ بالله، ده هيتربط من لسانه يوم القيامه. ده خلي بالكم هيتربط من، بصوا شايفين الحديث الصحيح بيقول ايه؟ بيقول لك رب كلمه يقولها المسلم لا يلقي لها بالا ولا يعرف لها معنى ترمي به في النار 70 خريفا. وقال العلماء 70 خريفا في تعداد الله. طب ما هو تعداد الله؟ قال لك ارجع للقران. القران قال لك ايه؟ ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يا ساتر يا رب، 70 خريف وتعداد الله اليوم بالف سنه من العدد بتاعنا. شايفين مسؤوليه الكلمه؟ الكلمه اللي بتطلع من هذا اللسان على كان تقذف المحصنات وتقذف المؤمنات وتقذف الصالحات، وبعد كده حتى لو مش صالحات ولا مؤمنات ولا مؤمنين ولا صالحين، انت مالك؟ انت مالك لما الظاهر يتولى سرائر؟ انت مالك؟ يعني انشغل بعوراتك عن عورات الناس تكن اسعد الناس. اقفل ده، كفاية يا راجل. والله العظيم الشعب المصري كله النهارده بنصلي الجمعة، الناس بتقول لي احنا بقينا مكسوفين للبلد من ده. مش معقول يا جماعة، ده ايه ده؟ ايه ده؟ 70 خريف. وبعد كده ايه العلماء في تفسير هذا الحديث؟ قال لك ايه تاني؟ شايفين الكارثة؟ ربنا يقينا ويعافينا. قال لك ايه؟ قال لك المسافة بتاعت القائه في النار هي مسافة 70 خريف. يعني مش انه يخش في النار 70 خريف، المسافة اللي هياخدها اول ما يترمي لغاية ما يوصل النار 70 خريف. واليوم بألف سنة. ولذلك انا مش بتاجر معاكم، انا بقول لكم والله العظيم ادعوا بالهداية. ادعوا له. على فكرة ادعوا لخصمك او عدوك، وان كان هو ليس خصما لي ولا عدو، ولا احنا هنا في خصومة ولا عداء مع حد، ولكن انا بقول لك تعاليم الدين، ادعوا لخصمك او عدوك ولا تكن احمقا في الخصومة، ولا تكن احمقا في الخلاف، ولا تكن احمقا في اختلاف في وجهات النظر. يعني الكلمة يا جماعة، الكلمة دي زي دايما بقول الابيات العامية اللي قالها ابو العرب ابو اليزيد الشاعر العام الشهير، الكلمة علت ناس ووطت ناس. الكلمة دي احساس. الكلمة لو لولوت وثبت الناس تلبس مداس وتعر كل الناس. مش بيعر نفسه، والله بيعر بلد. والله العظيم وانا صادق في يميني بيعر بلد. هو حديث قهاوي كل الدول العربية، وحلقة سمر كل من يريد ان يضحك ويستهزئ ويبحث عن وسيلة للتسلية. هو مسلي بالطبع، هو مسلي طبعا، هو مسلي. تحس انك انت مشغل كاسيت على شوية اغاني، تحس انك انت مشغل شريط فيديو على مسرحية، هو بالطبع مسلي. فقد عقله وصوابه ويمسك الناس ويرميهم يمينا ويسارا دون ان يلقي لاي كلمه بالا ولا يعتبر لها اي اعتبار. انا مستغرب، والله مستغرب، فعلا لست بصدد انتقاده اليوم، وانما انا مستغرب، انا حزين جدا. يعني انا النهارده فريت بعض اللقطات من حلقته امبارح ولا اول امبارح ولا مكالماته على مدار الايام اللي فاتت بعد صلاه الجمعه كده، فريت بعض الحاجات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الضمير الميت ده؟ ايه الضمير الميت ده؟ ضمير ميت في قلب انسان. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده في قذف الناس وسب الناس واهانه الناس والنيل من اعراض الناس؟ لا يمكن، لا يمكن. يعني حاجه مشمئزه، يخجل لها كل المصريين والله. عموما
يعني كلمتين كده ببالي حبيت اقولهم افضفض معاكم، ولكن خليني اخش في الحلقه ونبدا بعون الله عز وجل من التذكرة بأننا بدأنا معكم البث المباشر على يوتيوب من خلال كورة بلدنا لايف على اليوتيوب. أما على الفيسبوك فقد بدأ معكم البث المباشر على صفحة كورة بلدنا على الفيسبوك وصفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان على الفيسبوك. النهاردة كان في أزمة في الفيسبوك.